طيب قولي يا دكتور، يعني هخس قد ايه بيها؟ يعني مثلا قلت هي 6 شهور. هو بيتراوح من 15 ل 50 كيلو. من معقول؟ اه من 15 ل 50 كيلو؟ انا معايا ناس كتير بتجيب 35 و40. دي ناس بقى، ده معظم الرينج عندي. الرينج عندي 35. 35 الرينج الوسط. طب دول من وجهه نظرك اللي بيعرفوا يتحكموا ولا ما بيضغطوش على نفسهم؟ لا هي كده كده مهما ضغط هو هيرجع. هو حته الاكل اللي هيدخل حلو مش هيفرق، هيدخل اكل كتير هيرجعه. أوكي. الفكره في نوع الاكل. اه ما انا مره شفت واحده كانت مركبه بالون بس مش عندي، فجت لي بتقول يعني ما خسيتش عليها، البالونه وحشه. قلت لها طب كنتي بتاكلي ايه؟ شوكولاتات. كنتش باكل يا دكتور، عايشه الشوكولاتات طبعا. الكميه أنا لا تذكر. هو انا ما بتكلمش في هو انا اكل كميه صغيره ويبقى كالوريز عاليه؟ طب ما انا عملت ايه؟ او مياه غازيه. اه ما انا بدور على نوعيه الاكل، وهنا بقول اهم من تركيب البالون. طبعا البالون فيه فن في ان انا هنفخها قد ايه، هظبطها قد ايه، المعده صغيره ما ازودش فيها قوي عشان الترجيع ما يبقاش زايد، المعده كبيره بزود شويه عشان اقدر استفيد اكتر واخس بصوره اكبر. النقطه الثانيه بقى المتابعه بعد البالون، ودي اهم حاجه. ودي انا لان المريض بتابعه بنفسي لمده 6 شهور طول فتره البالون، كل اسبوع. كل خسيت قد ايه؟ على مدار 6 شهور. كل اسبوع في يعني تواصل بيني وبين المريض او المريضه اللي مركبه البالون، خسيتي قد ايه؟ لو الاسبوع ده ما خسيناش، طب ما خسيناش ليه؟ ايه المشكله؟ كلتي ايه؟ ما كلتيش ايه؟ عكتي في ايه؟ عندنا مشكله في ايه؟ طب في الحرق ضعيف، ممكن ندي حاجه تزود الحرق شويه، وهكذا طول ال6 شهور. فالحمد لله يعني تقريبا معظم الرينج عندي 35 كيلو بيجيبوها بسبب المتابعه، المتابعه دي بتفرق قوي. وانا بعملها لان انا المريض ممكن يكسل يعني. انا بعملها من عندي، ممكن تكلفني وقت لكن تفرق معايا في ان المريض يخس. واتكيت برضه في نقطه ان الخبره، يعني مش اي حد يروح يعمل بالون في اي مكان، لان ممكن ما تجيبش لو مش صح ومتركبه صح، أولا مش هتجيب النتيجه اللي احنا عايزينها. الكواليتي بتاعتها تفرق. يعني ما هو في بلالين في السوق مش كويسه مش اصليه زي كل حاجه، لكن الكواليتي تفرق، التركيب بيفرق، هظبطها قد ايه على حجم المعده بيفرق.